لما قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته، تقدم ولده علي الأكبر فاستأذنه للبراز. وكان علي الأكبر من أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقا، فنظر إليه الحسين عليه السلام نظرة آيس منه، وأرخى عينيه بالدموع وأطرق برأسه إلى الأرض لئلا يراه العدو فيشمت به. فقال سيد الشهداء عليه السلام: ولدي علي، إلي إلي، أودعك وتودعني، أشمك وتشمني. فاعتنق الحسين عليه السلام ولده وجعل يبكيان. ثم إن الحسين عليه السلام رفع رأسه مشيرا بسبابته إلى السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. وجعل يقاتل القوم مقاتلة الأبطال حتى قتل على عطشه 120 فارسة. هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجهه، فتراه يتلألأ نورا وسرورا بشجاعة ولده علي. ولما برز إليه بكر بن غانم تغير لون وجه الحسين عليه السلام، فقالت له ليلى: سيدي، أرى لون وجهك قد تغير، هل أصيب ولدي بشيء؟ فقال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من أخاف منه علي: يا ليلى، ادعي لولدك فإن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. دخلت ليلى إلى الفسطاط، رفعت يديها إلى السماء قائلة: إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي، بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، أردد إلي ولدي عليا. فاستجاب الله دعاء ليلى ونصر عليا على بكر بن غانم، فقتله وحز رأسه وجاء به يحمله إلى أبيه وهو ينادي: العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ فبكى الحسين عليه السلام وقال: واغوثاه، من أين آتي لك بالماء؟ قاتل قليلا، فما أسرع ما تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي الأكبر وجعل يقاتل حتى قتل تمام 200. فلما مر على كتيبة حمل عليه مرة بن منقذ العبدي لعنه الله وضرب بالسيف على رأسه ففلق هامته، فاعتنق الفرس وسالت الدماء من رأسه الشريف. رحم الله من نادى وعليا وسيدا. ولما بلغت روحه التراقي نادى: يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. ثم انحدر إليه الحسين عليه السلام ومعه أهل بيته حتى وقف عليه رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا، فقال: بني، قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صاح الحسين عليه السلام: يا فتيان بني هاشم، احملوا ولدي، والله لا طاقة لي على حمله. فجاءوا إليه وحملوه إلى المخيم والحسين ينادي: وولدا.